بالمناسبة أنا عمري ما لبست قفطان في حياتي يعني. حتى يعني هل بتقولي لازم ننزل نشتري، قلت لها والله فكرة بس هنعمل بيه ايه؟ رأيتي في رمضان؟ قلت لها صح والله في رمضان ممكن برضه. انا عاجبني بس انا مش عارفه البسه فين، انت فاهمه؟ انتوا عندكم هنا ده تراديشنال، ده لبسكم، فانا مش عارفه البسه ازاي وفين. بس هي اقنعتني فكره رمضان، غالبا هنصور لحد نص رمضان ربما، ومفروض معزومه عندكم هنا في مهرجان تاني في نص رمضان. قلت لهم ما وعدتكوش، بس انا نفسي، انا بحب البلد دي قوي 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 يعني، اتمنى حقيقي اني اعيش فيها. هي ما تختلفش عن مصر يعني، ما حسيتش بغربة زي ما بحب أعيش في بلدي. أنا حابة أعيش هنا فترة شهر، مش هحس أبدا بغربة بصراحة. ناس لطيفة وعشرية ودمها خفيف، ولما بفهمش منكم حاجة ويقعدوا يقولوها تاني ويكلموا مصري ببسط صراحة. أنا النهاردة الجمعة، أول أنا لسه جاية النهاردة، أول ما جيت أنتوا أهل كرم بصراحة فعزموني على سمك، فاوكي ثانك يو، بس انا نفسي اكل كسكسي. يعني انتوا عندكم بتسموه كسكسي ولا كسكس؟ كسكس، احنا بنسميه كسكسي. نفسي اكله، وعرفت انتوا مش عندكم غير الجمعه بس، فزعلت بصراحه، كان نفسي اكله. انا بحب الباستيلا، صح اسمها كده؟ باستيلا دي بحبها قوي. الفطور الاعلامي الكبير شريف فطور نور.